نادر وركله الجزاء محمد اشرف، يلا يا راجل محمد اشرف، جول 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 بالثلاثه يا حبيبي، بالثلاثه بالثلاثه، قصه الحب كتبها اولاد واشبال النادي الاهلي. يا سلام يا محمد يا اشرف، بكل عقل بكل عقل بكل هدوء تتهادى تتمادى الى داخل الشباك على يسار الحارس يوسف نادر. هات من جوه يا حبيبي، هات من جوه. ثلاثة النادي الاهلي، مش واحد ومش اتنين، لا ده بالثلاثة بالثلاثة ابناء النادي الاهلي. بيقول لك الكبير كبير، انا الاهلي انت مين؟ الكبير كبير ويبقى الاهلي دائما وابدا هو الكبير، شاء من شاء وابى من ابى. وندور ونبدا من جديد يا شباب على الهدف الرابع.